أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الحوار مع جانلو. اعتبارا من الثالث من الشهر الجاري، دخلت الصين فترة ثورتين سنويتين، أهم حدث سياسي وطني في الصين، حيث يتجمع المشرعون والمستشارون لتحديد سياسات جديدة للبلاد وتعديل القوانين القديمة. كما قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بمؤتمر صحفي على هامش الدورتين لتعريف سياسات الدبلوماسية الصينية ولتوضيح موقف الصين إزاء الشؤون الإقليمية والدولية. ما الجديد لسياسات الدبلوماسية الصينية وخاصة تجاه العالم العربي؟ هل تسعى الصين لتشكيل نظام دولي جديد تترأسه لمواجهة الولايات المتحدة؟ كيف ستواجه الصين الضغوط الدولية في بعض الشؤون الإقليمية؟ هذه الأسئلة أطرحها اليوم على ضيفين كريمين في استوديو معنا، هما دكتور جعفر كرار أحمد خبير الشؤون الدولية، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. وأستاذ ليان تشين خبير الشؤون الدولية أيضا، مرحبا بكم أيضا. أهلا، مرحبا. فنبدأ الحوار اليوم بعد متابعة التقرير التالي. عقد في صباح الثامن من مارس الجاري مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش أعمال دورة سنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني. أجاب فيه عن أسئلة صحفيين صينيين والأجانب بشأن سياسة الخارجية للصين وعلاقاتها الخارجية. وفي معرض حديثه عن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة هانجو هذا العام، قال وانغ إن الصين ستدفع خلالها مختلف القضايا للأمام لإحداث تطور جوهري. أما فيما يخص الوضع في شبه جزيرة الكورية، فقال إن الصين مسؤولة وقادرة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالقضية النووية الكورية. كما أكد وزير الخارجية على الموقف الثابت للصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، قائلا إن الصين تقوم ببناء مرافق الدفاع على الشعاب المرجانية التابعة لها، وأن ذلك يندرج ضمن حق الحماية الذاتية وحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. وفي النهاية قال وانغ يي إنه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، ظلت الصين تسير على الطريق الدبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية والتي تهدف إلى تحقيق النهضة الوطنية وبناء رابطة المصير المشترك للبشرية. دكتور جعفر، نبدأ الحوار معك. نعرف أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي كان يقول إن الصين تبحث في بلورة طريق دبلوماسي جديد بين بخصائص صينية، وذلك في دورة ثانية من منتدى السلام العالمي عام 2013. كما إدراج هذا المقترح في تقرير عمل الحكومة خلال دورتين سنويتين العام الجاري. فما الجديد لهذا الطريق؟ ما الإنجازات التي حققتها الصين خلال سنوات الثلاثة هذه؟ يعني النمط الجديد للعلاقات مع القوى الكبرى الذي طرحته الصين في السنتين الأخيرتين إلى حد كبير يحمل في مضمونه أيضا تقليدية للصين، وهي الدفاع عن السلام، حل النزاعات عن طريق الحوار السلمي. الإضافة الجديدة في النمط الجديد المعلن قبل سنتين هو تعهد الصين أن تكون جزء من آليات حل النزاعات، ولذلك الصين نشطت في الأزمة في دارفور كما تنشط في الأزمة النووية، وأيضا تنشط في أزمة حل المفاعل البرنامج النووي الكوري. النقطة المركزية في النمط الجديد للعلاقات مع القوى الكبرى عدم استخدام الحلول العسكرية في الصدامات وفي النزاعات بين القوى الكبرى، والتعامل بشكل واضح في التنمية وحل النزاعات ومنع الحرب. يعني هذا نقطة رئيسية. الصين في السابق كانت يعني لا تتدخل كثيرا في حل النزاعات في المناطق الساخنة، وهي يعني كانت تختبي خلف شعارها المعروف وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن مع النمط الجديد في التعاون مع القوى الكبرى هي وافقت على أن تكون جزء من حل النزاعات في العالم. يعني تتحمل الصين مسؤوليتها
كقوة كبرى جديدة. والنمط هذا أساسا موجه للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من روسيا، يعني روسيا قوة كبرى والاتحاد الأوروبي أيضا قوة رئيسية، ولكن هذا النمط موجه كخارطة طريق جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإنجازات الأساسية التي جاءت في الثلاث سنوات الأخيرة تحت ظل هذا النمط الجديد، أنا أعتقد أهم إنجاز هو الإسهام الصيني الكبير في حل الأزمة الإيرانية، أزمة المفاعل النووي أو البرنامج النووي الإيراني، حيث ظلت الصين منذ 2005 عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يهددون بعمل عسكري، كانت الصين تؤكد على أنه يمكن حل مسألة المفاعل النووي الإيراني عن طريق الحل السلمي. ولذلك نرى أن توقيع الاتفاقية بين إيران والقوى الكبرى هو انتصار أساسي لدبلوماسية النمط الجديد، هي تعاون فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع القوى الكبرى ومع الولايات المتحدة، بل نعتقد أنه هو انتصار رئيسي للدبلوماسية الصينية أكثر من الدبلوماسية الغربية، لأن الدبلوماسية الغربية كانت كونفيوز، أي الطريق أمامها غير واضح، أحيانا تهدد بالحل العسكري ثم أحيانا تعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن الصين منذ 2005 كانت واضحة، الطريق واضح أمامها هو الحل السلمي. أيضا نعتقد من النجاحات المهمة خلال السنوتين الأخيرتين، وهو أيضا ضمن النمط الجديد من العلاقات، أنه نجحت الصين في إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ساخنة في بحر الصين الجنوبي وفي جنوب شرق آسيا، لم يحدث صدام عسكري. أيضا نلاحظ أن الصين أيضا حافظت على السلام في شبه الجزيرة الكورية، لم يحدث صدام. نعتقد أنه هذا ميجر، هذا انتصار حقيقي وهذه مساهمة حقيقية. الصين أيضا ساهمت في تخفيف التوتر في إقليم دارفور في غرب السودان وفي مناطق أخرى. نعم طبعا، فممكن أن أفهم كلامكم هكذا، إن يعني طريق دبلوماسي يعني ذا خصائص صينية يعني دفع يعني حل الشؤون الإقليمية والدولية على أساس الحوار والحل السلمي والحلول السلمية، نعم، وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة. لا، أنا أعتقد أنه هناك تدخل في الشؤون الداخلية، ولكن التدخل الإيجابي، لأنه عندما تقبل القوة الكبرى أن تكون جزء من حل النزاعات في مناطق الساخنة مثلا في دارفور أو في كوريا الشمالية أو حتى في سوريا، هذا يعني أن هناك نوع من التدخل ولكن الإيجابي، إيجابي سلمي. يعني كيف يعني الصين في السابق كانت لا تتدخل مثلا في مسألة دارفور في غرب السودان، الصين تدخلت إيجابيا بنصيحة الحكومة السودانية بأنها يجب أن تلتزم بالحل السلمي ودفعت في هذا الاتجاه، هذا نوع من التدخل الإيجابي. شكرا. فأستاذ لي، نعرف أن أول زيارة خارجية لرئيس الصيني شي جين بينغ في العام الجاري كانت يعني إلى الشرق الأوسط، هل ممكن أن نستشف من هذه الزيارة الخطوط العريضة للسياسات الصينية الدبلوماسية تجاه العالم العربي؟ فعلا أنا مبسوط جدا بأن رئيس شي جين بينغ قام بأول زيارة مهمة، زيارة دولة لثلاثة دول الشرق الأوسط بما فيها مصر والسعودية وإيران، وممكن نقول هذه الزيارة تتمتع بمغازي عميقة جدا وفتحت صفحة جديدة للعلاقات الثنائية بين الصين ودول الشرق الأوسط، لأن العلاقات الصينية العربية ترجع إلى تاريخ طويل، ولأن كلا الجانبين يتمتع بحضارة عريقة جدا. كان 2000 كان طريق الحرير التقليدي الصيني، ربطت الصين مع دول الشرق الأوسط على رأس دول الشرق العربية حتى إلى بعض الدول الأوروبية والشمال إفريقيا، فلعبت دورا لا بديل له في تدوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وهذه الدول في هذه المنطقة. أما بالنسبة إلى السياسة الصينية تجاه دول عربية معروفة وواضحة جدا أن تتمتع بميزتين على الأقل، الأول من ناحية السياسة
السياسة لم يكن هناك أي نزاع بين الصين والدول العربية ولا في التاريخ ولا في الوقت الحاضر، حتى في المستقبل سيكون العلاقات السياسية معززة أكثر فأكثر. أما من ناحية تجارية كان مجالات التكامل بين الطرفين واسعة جدا، كلما يتوفر في طرف ينقص في طرف آخر، هذا معروف على خاصة في مجال الطاقة وفي مجال التكنولوجيا وفي مجال التصنيعية وحتى زراعية، مجالات تكامل واضحة واسعة جدا. فعلى هذا الأساس في الفترة المقبلة سنقوم بتعزيز وتقوية هذه العلاقات والأساسيات، على لأن نحن الصين مع الدول العربية يعتبر الشركاء شركاء سلميين على أساس ثقة متبادلة، ثقة متبادلة. فعلى هذا الأساس أكيد ستتطور هذه العلاقة بصورة أكثر فأكثر، هذا الأول. والثاني، بعد طرح رئيس شي جين بين استراتيجية ومبادرة لحزام الطريق، هذا يتعلق بدول الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية مباشرة. لا نستطيع نستغنى عن أن الدول العربية مهما كان حزام اقتصاد أو طريق التحرير البحري، لا يمكن أن نستغنى عن دور الدول العربية. فيجب أن نستفيد ونستغل هذه الفرصة النادرة في تاريخ لتطوير هذه العلاقات، خاصة في بعض المجالات مثلا الطاقة التقليدية والطاقة البديلة، حتى وفي بعض المفاعل النووية للأغراض المدنية أيضا، وبعض التكنولوجيات الفضائية الصين متطورة ودول عربية تحتاج إليها كثيرا، هذا الثاني. والثالث، المشاركة، مشاركة في معالجة الشؤون الإقليمية والدولية. كما عرفت أن مسألة الشرق الأوسط معقدة، لأن لها تاريخ ولها بعض النزاعات داخليا وخارجيا، وأيضا لا نستطيع أن نتجنب عن التدخلات الخارجية أيضا من دول الكبرى خارج هذه المنطقة. فصار هذه المشكلة مشكلة معقدة وطويلة أمد، يجب أن نبذل جهود لحلها. فالصين موقف الصيني هو يدعو الحوار دون استخدام القوة، الحوار حوار الوطني في كل دولة من دول في هذه المنطقة. فلأن الصين سابقا حتى في بداية تأسيس الجمهورية الصينية الشعبية في الخمسينات من القرن الماضي، كان موقف الصين واضح جدا، هو تأييد ومساعدة الدول العربية لتحقيق استقلال الوطني. بعد تحرير هذه الدول من الاستحلال والاتحاد من قبل الدول الخارجية، أصبح مهمة البناء الاقتصادي مهمة جدا، فصار هناك تعاون وثيق جدا اقتصاديا وتجاريا. الصين تقوم بمساعدات خارجية إلى هذه الدول، والآن ندعو الحوار لتحقيق السلم واستقرار في هذه المنطقة. فأعتقد هذه العلاقات ستتطور باستمرار. نعم طبعا. فدكتور جعفر، تحدث أستاذ لي عن تعاون جانبين الصيني والعربي في إطار مبادرة الحزام والطريق، فما السؤال هنا، كيف يجني الجانب العربي من تنفيذ هذه المبادرة، نظرا علما بأن وزير الخارجية الصيني قال في المؤتمر الصحفي إن الصين الآن تسعى إلى تنفيذ عن العقود للسكة الحديدية السرعة الفارقة والطاقة النووية أيضا، ممكن أن يجري تعاون بين الجانبين في هذا المجال؟ نعم، يعني لو نلاحظ أنه زيارة كما قال صديقي في زيارة الرئيس شي جين بينغ، ونحن نعتبرها أهم زيارة للرئيس الصيني إلى منطقة الشرق الأوسط بعد زيارة شو إن لاي سنة 1964. في هذه الزيارة التاريخية المهمة تحدث الرئيس شي جين بينغ حول طريق الحرير، هذا يعني أن طريق الحرير في المنطقة العربية هو محور استراتيجية الصينية الجديدة، كما قدم شرحا جيدا أستاذنا الكبير معنا في الاستوديو. هذه المبادرة مهمة جدا للعرب وفرصة تاريخية كبيرة، ونحن أيضا نعتبره أكبر مشروع اقتصادي مطروح دوليا منذ 500 عام.
هذا مشروع كبير. كيف ماذا سيستفيد العرب؟ سيستفيد العرب أنهم سيكونوا جزء من الربط، سيسرعوا من إجراءات الدمج الاقتصادي في داخل المنطقة العربية وحولها والعالم. ثانيا هم سيسرعوا في إجراءات بناء البنية التحتية، مستفيدين من الاستثمارات الصينية الضخمة المرصودة لطريق الحرير، مثل صندوق طريق الحرير، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. هذه فرصة تاريخية لن تتكرر للعرب، لن تتكرر للعرب أن يكون هنالك قوة اقتصادية ضخمة مستعدة لمساعدتهم. ثانيا العرب جميعا عندهم مثلا دولة قطر عندها رؤية قطر 2030، الأمارات العربية المتحدة كذلك، الكويت كذلك، مصر كذلك، المغرب كذلك. طريق الحرير يأتي في فترة حرجة جدا بالنسبة للرؤى الاقتصادية للدول العربية 2030. نعم. لأنه هنا الدول العربية بسبب انهيار أو تراجع أسعار النفط وبسبب الانتفاضات والثورات في المنطقة العربية لم يعد تعاني من أزمة مالية لإكمال رؤيتها لعام 2030. في هذه المرحلة الحرجة الصين تقدم مليارات الدولارات وتقدم المساعدة في أن تتكامل الرؤية الوطنية للتنمية 2030 لهذه الدول مع طريق الحرير، رؤية طريق الحرير يعني، وهكذا تكون يعني طريق الحرير هدية من السماء للدول العربية إذا ما أحسنت استخدام هذه الهدية. هذه في الطريق الحرير ايضا يمثل سوق ضخم جدا، يعني اكثر من 4 مليار شخص في هذا الطريق. هذا يعني هنالك سوق ضخم جديد، ممكن ان تكون هناك شراكات صينيه عربيه في التجاره، في الصناعه، في الطاقه، في البتروكيماويات، ممكن تاسيس ايضا شركات ضخمه صينيه عربيه تعمل في طرف ثالث على طول طريق الحرير. هنالك أيضا إقامة الحدائق الصناعية وإقامة المناطق التجارية الحرة. أنا أعتقد من هذا المكان أعتقد أنه لن ينتهي هذا العام إلا أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي سيوقعوا اتفاق منطقة التجارة الحرة، وأنا أعتقد أنه من الضروري أيضا أن نقيم منطقة تجارة حرة. نعم. في المغرب العربي هناك فوائد كثيرة. نعم طبعا. فلنواصل المناقشة في هذا الموضوع بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. موضوع اليوم حول سياسات الدبلوماسية الصينية والعلاقات الصينية مع الدول الخارجية. فأستاذ لي، نعم. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في المؤتمر الصحفي إن أهم المهمة في السنة الجارية للصين في مجال الذي يعني استضافة القمة مجموعة العشرين في المدينة الصينية الجنوبية هانجو. فما الرسالة التي سترسلها الصين إلى العالم من خلال استضافة هذا الحدث الدولي، خاصة في يعني الوضع السياسي والأمني المعقد في العالم الآن؟ فعلا بالنسبة لموضوع استضافة هذه الدورة، دورة قمة مجموعة 20 بما هذه السنة أهم النشاطات الدبلوماسية الصينية في هذه السنة. قد وضح رئيس شي جين بينغ حسب ما أقوله الأفكار العامة والتوجيهات الواضحة جدا لإقامة لتنظيم هذه الدورة على ثلاثة نقاط أساسية. الأول الإصلاح الهيكلي، أيضا مع أن إصلاح هيكلي في اقتصاد الصيني، ولكن أثناء انتظام يعني أثناء تنظيم هذه الدورة نضع النقطة الأولى هو الإصلاح، أيضا لأن الآن في اقتصاد العالم ينقصه الدافع الجديدة، فالإصلاح يجلب الدافع الجديدة لعموم العالم على رأسهم الدول العشرين التي تشترك في هذه الدورة. هذا الأول. والثاني هو المفهوم المشترك.
الفهم المفهوم المشترك، لأن المسائل الاقتصادية والتجارية في العالم متعددة، فكل دولة عنده مبدأ وعندها الموقف وعنده حقائق وعنده خصائص ونقائص أيضا. فيقول أكيد لابد من المناقشات مطولة، مشاورات وأيضا تنازلات مع شروط، هذه أشياء كثيرة، ولكن يجب أن ندع المفهوم المشتركة في الأول. مفهوم المشتركة هو تحقيق النمو السلمي في العالم ككل، وإيجاد أيضا إيجاد النشاطات الجديدة في اقتصاد العالم، هذا الثاني. أما الثالث هو التوجيه، توجيه بمعنى توجيه اتجاه التطور في المستقبل، لأن نحن انطلاق على موقفنا هو تحقيق التنمية السلمية الذاتية أولا، وعلى هذا الأساس لتحقيق التنمية السلمية العالمية. لأن أولا نطور أنفسنا بصورة سليمة جيدة، وعلى هذا الأساس نساعد الدول الأخرى في العالم لإنعاش اقتصاد ولتطوير اقتصادهم هكذا. فالتوجيه، توجيه هذه الجهة سليمة لتحقيق تطورات بصورة مستدامة في العالم. فأعتقد أن هذه دورة سيكون دورة الثقة ودورة المفهوم المشترك ودورة التوجيه. نعم طبعا، نعرف أن مجموعة أرينا منظمة اقتصادية دولية مهمة، ممكن أن نقول أن الآن في ظل الانكماش الاقتصادي، هل يعني ترتفع يعني مهمة هذا المنتدى ودوره ودور الصين في المنتدى أيضا؟ نعم، خاصة في هذا الوضع الصعب، لأن اقتصاد العالم قد مر بأتعب المراحل خلال السنوات الستة الماضية، خاصة في السنة الماضية انخفضت اقتصاد العالم إلى أدنى حد خلال ست سنوات، بمعنى اقتصاد الصين العالم لم يتخلص من الأزمة والمشاكل نهائيا. على مثال الاقتصاد الأوروبا واقتصاد أمريكا هكذا، وهم على رأس بالرأس هذه اقتصادات العالم، لم تتخلص بعد ولم يتم إنعاش اقتصادها بصورة سليمة حتى الآن. فماذا يجب أن نعمل وماذا يجب أن تعمل هؤلاء الدول العشرين؟ لأن هؤلاء الدول العشرين هم من المجموعات من الدول الأقوياء في اقتصاد، يجب أن تلعب دورا وأيضا تلعب بعض الأدوار مهمة لإنعاش اقتصاد العالم. فيحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى اتفاق على المفهوم المشترك، ويحتاج إلى أن يتفقون على جهة المزبوطة. نعم طبعا، كما قالت الصين إن مسؤولية الصين يعني ستكون أكبر وأقوى مع يعني ارتفاع مكانتها على الساحة الدولية. فدكتور جعفر، قال وزير الخارجية الصينية إن الصين ستعزز قوتها لحماية المصالح الصينية في الخارج، وفي الوقت نفسه يعني سلطت وسائل الإعلام الغربية ضوء على بناء قاعدة الإمدادات والخدمات الصينية في جيبوتي. فكيف ترى الخطوط الصين هذه والردود الأفعال من الخارج؟ هو لماذا يعني في هذا المؤتمر كانت هناك أشياء كثيرة يعني أهم من هذه النقطة، مثل التصريحات الصينية حول كوريا الشمالية. أرسلت الصين عبر هذا المؤتمر رسائل مهمة للولايات المتحدة وإلى كوريا الشمالية، إنها لن تسمح بأي توتر يؤدي إلى إيذاء الأمن القومي في هذا المنطقة. ولكن لماذا اهتموا بهذه ما يسمونهم بقاعدة عسكرية في جيبوتي؟ هي كما يقول الجانب الصيني هي لوجستيك ستيشن، يعني محطة لوجستية لتقديم الخدمات للسفن الصينية. لأن الصين لم يكن معروف عنها في السابق إنها يعني تنحو نحو بناء قواعد عسكرية أو محطات لوجستية.
ولكن الصين بسبب يعني ازدياد قوتها، وخصوصا بعدما اشتركت الصين في القتال ضد في شواطئ الصومال وفي اليمن ضد القراصنة، اكتشف الصينيين ان اسطولهم لا يمكن ان يصل الى هذه المناطق بدون ان يكون هنالك محطات لوجستية لمساعدة الاسطول الصيني، ولذلك جاءت الفكرة لبناء محطة لوجستية. وفي الحقيقة انه ليس هذه هي المرة الاولى، في قبل هذه المحطة اللوجستية الصينيون يعني بنوا ما يسمى بالمواني الصديقة، هي ايضا نوع من المحطات اللوجستية. نعتقد انه من حق الصين ان تتواجد في اعالي البحار، لانها يعني اقتصادها صار مرتبط بالعالم كما لم يكن ابدا في تاريخ الصين. الصينيون يستوردون 5% للصناعة، وهناك الان يعني 55% من 50 الى 55 من وارداتهم من الطاقه والنفط والغاز من الشرق الاوسط، اذا هم في حاجه لحمايه مصالحهم الجديده. ولكن لماذا هذا التوتر والقلق من ميناء هذه محطه لوجستيه في جيبوتي؟ لانه هم بعض الخبراء يخافون من ان تنحو الولايات الصين نحو الولايات المتحده الامريكيه. لقد بدات الولايات المتحده الامريكيه في الستينات في بناء محطات لوجستيه في بعض الدول في الخليج العربي وفي خليج المكسيك، كانت عباره نفس يعني لوجستيك ستيشن، وهم يخافون ان تتحول هذه المحطات الموجوده لمساعده السفن واحيانا لحمايه السفن ان تتحول الى قواعد عسكريه، ويخافون ان تنحو الولايات الصين نحو الولايات المتحده وتصبح دوله عسكريه مهيمنه على البحار وتشكل خطر على شعوب المنطقه. ولكن الصينيون في هذا المؤتمر وفي مناسبات كثيره هم يقولون ان الصين لن تنحو نحو الولايات المتحده الامريكيه، ولن تبني اي تسهيلات لوجستيه في اي منطقه في العالم دون الحصول على موافقه حكام المنطقه، كما انهم ابدا لن يحولها الى قواعد عسكريه تهدد امن المنطقه. نحن سنرى في المستقبل الصين ستبني محطات لوجستيه جديده في تنزانيا مثلا، وستبني في مناطق كثيره في افريقيا واسيا لحمايه مصالحها القوميه المتزايده. وسنرى بعد 20 سنه هل ستصبح الصين مثل الولايات المتحده الامريكيه ام ستحافظ على وعودها الحاليه الان؟ نعم، شكرا جزيلا. فكما قلت يعني دور الصين لحل بعض الشؤون الدوليه والاقليميه ايجابي. نعم. فيعني خطوات الصين هذه لحمايه مصالحها في الخارج هذه مفهوم إيجابي أيضا. هذا مفهوم بالنسبه للخبراء، لأن حتى دول صغيرة مثل ليس صغيرة ولكن دول ليس بتلك القوة مثل فرنسا ومثل بريطانيا، هم يستخدمون حقوقهم في الدفاع عن مصالحهم أينما كان، يرسلون قواتهم إلى مالي أو إلى حسب ما يستدعي أمنهم القومي. أعتقد هذا مفهوم. مفهوم. للصين مسؤولية والحقوق أيضا. فأستاذ لي، نعرف أن في قضية بحر الصين الجنوبية الآن تواجه الصين ضغوطا دوليا كبيرة، يعني منذ طلب الفلبين الحكم التحكيم الدولي. نعم. فكيف ترى يعني الصين خطوات الصين القادمة في هذا المجال؟ قد كرر وزير خارجية الصينية ثلاث نقاط مهمة. على الأول السيادة، السيادة ترجع للصين بكل ثبات، هذا من أراضينا المقدسة. والثاني النزاع، هناك في نزاع وخلاف على هذا واقعية ونعترف بذلك. والثالث هو الموقف، موقف هو الحل، ندعو الحل السلمي. يعني أولا على أراضينا نحن يحق لنا وعندنا حرية كاملة لبناء عسكري ومدني.